وللحديث اكثر عن مفتاح سوق الاسهم السعوديه ينضم معنا عبر الهاتف محلل الاسواق الماليه سالم الشويمان. حياك الله سيد سالم وصباح الخير. في البدايه ابدا معك من نتائج الشركات. البنك الاهلي مطالعنا ب 10 مليارات و600 وما يقرب 67 مليون ريال عن العام 2018، ربع رابع 4% كزياده. كيف تقرأنا اليوم نتائج المصرف الاهلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، حيا الله أخي والمستمعين والمشاهدين الكرام. حياك الله. الملاحظ على أرباح البنك الأهلي أن البنك الأهلي التجاري ما شاء الله تبارك الله أظهر ربحية جيدة، وهذا سوف يدعم قطاع البنوك. لاحظنا أن البنك إجمالي دخل العمليات العام الماضي 16 مليار و981، هذه السنة 18 مليار، ففي زيادة 7%. الصافي هذا العام 14 مليار مقارنة و370 مقارنة 13 مليار و661. ربحية السهم يهمنا كثير، العام الماضي 3 ريال و16 هللة، هذا العام 3 ريالات و44 هللة، معناه أن هناك نمو في قطاع البنوك. ولذلك ننتبه إلى البنوك أنها لا تزال متابعة ومراقبة ولا تزال جيدة للاستثمار، البقاء فيها يعتبر جيد. جميل. أيضا ماذا عن الارتفاع الموجودات البنك؟ البنك يعتبر يعني من أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات، هذا العام نتحدث عن 91 شهر في الماء تقريبا ارتفعت ل 453 مليار، كيف تقرأنا بنسبة ارتفاع موجودات البنك؟ الموجودات العام الماضي 453 مليار و390، هذا العام 444 مليار و792، هذا يعتبر نمو 2%، يعتبر أن هناك إجمالي حقوق المساهمين ارتفعت من 63 مليار إلى 64 مليار و737، استثمارات البنك ارتفعت. نعم سيد سالم، أنت تقصد أنه العام 2017 كانت عند 444 صحيح؟ الآن 18 444 مليار، عام 17 453. جميل. فهناك يعني 2% فرق. صحيح أن الاستثمارات وكان إجمالي الدخل الشامل كأن 2017 أعلى بقليل، لكن هناك نمو في حقوق المساهمين، 63 مليار العام الماضي، العام هذا 64 مليار و739. أحيانا يكون هناك فروقات، لكن 2% 3% وتعتبر طفيفة. هذه بنوك إداراتها جيدة، الدليل على ذلك تحسن حتى ربحية السهم، ودائما العملاء كذلك ارتفعت. العام الماضي 308 مليار، الآن 318 مليار، هناك تحسن في الودائع، هناك تحسن في الاستثمارات. أيضا ماذا عن القروض سيد سالم؟ القروض يعني شهدنا عليها نمو 6.5% أي نعم. القروض 2017 كانت القروض 249 مليار و234، 2018 265 مليار، فكان هناك نمو في حدود 6.5%، هناك نمو واضح في البنك يدل على أن هناك إدارة جيدة تمتلك جميل الخبرة الاستثمارية. دعني نعم أنتقل معك إلى بعض الأخبار المهمة، نبقى معك في نتائج الشركات. سافكو عندها اليوم أرباح 98%، نتحدث عن 1.7 مليار ريال. كيف تقرأنا أرباح الشركة وأيضا انعكاس ذلك على القطاع؟ أظهرت أن لا يزال قطاع البتروكيماويات يعتبر جيد، والسهم سعره صالح للاستثمار. لو نقارن بين 2017 و2018 نلاحظ أن المبيعات 2017 كانت مليارين و759، أما 2018 3 مليارات و800، هناك نمو في حدود 39%. لو ناخذ صافي جميل سيد سالم. نعم سيد سالم الشويمان، لضيق الوقت سالم الشويمان محلل المالي كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك.